هذا ما قالته دنيا باطمة بعد اعتقال عيشة عياش. عادت دنيا باطمة لنشر تدويناتها المثيرة للجدل رغم أزمتها على خلفية متابعتها في حالة صراحة ضمن قضية حساب حمزة مومبيبي. باطمة وعقب اعتقال مصممة الأزياء عائشة عياش وإيداعها سجن الوداية بمراكش على خلفية القضية ذاتها، نشرت على حسابها بإنستغرام تدوينة عبر خاصية ستوري جاء فيها: ما بني على الباطل فهو باطل، يمهل ولا يهمل. وكتبت في تدوينة أخرى: اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منها سالمين. واعترفت عياش أن الإعلامي سيمو بن باشير المقيم حاليا بأمريكا هو مسير الحساب الفضائحي، حيث قامت السلطات المغربية على إثر هذه الاعترافات بإصدار مذكرة توقيف دولية في حقه. وتتابع باطمة وشقيقتها كما هو معلوم في القضية ذاتها بتهم بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والمشاركة في النصب والتهديد.